كما نشاهد الآن في هذا البث الحي والمباشر لزيارة الدولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية التركية، وكان في استقباله فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي. الآن وصلنا كما نشاهد مع ضيفي داخل الاستوديو الدكتور غانم السليماني، تشاهد من خلال هذه اللقطات بعدما قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقليد سمو أمير البلاد وسام التركي الرفيع من الدرجة الأولى، والتي لا تعطى يعني إلا إلى نشاهد الآن توقيع الاتفاقيات والتي تعكس بلا شك دكتور هذه الزيارة التي تعتبر زيارة دولة وتنعكس أيضا بتوقيع بعض من الاتفاقيات في مجالات عدة. دكتور غانم، شهدنا هذه الاتفاقية الاقتصادية الكبرى بين البلدين، وهي تعزز هذه العلاقة والنمو المستمر في الاستثمارات وفي الاقتصاد. واليوم نشاهد القائدان وهما يوقعان على هذه الاتفاقيات التي تعزز وتدعم التعاون المشترك الاقتصادي بين البلدين. ستكون هناك آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، وسيكون هناك ارتفاع بكل تأكيد للاستثمارات المشتركة بين البلدين، وينعكس هذه الجوانب وهذه الاتفاقيات على الشعبين، الشعب التركي والشعب الكويتي، وسيكون هناك فرص استثمارية واعدة لما تملكه البلدين من توافق ومن تطابق رؤى مشتركة. وأيضا هذه العلاقة التاريخية التي تتكئ على تاريخ مزدهر وتطابق مشترك، نجد أن هذه لحظة تاريخية، لحظة فارقة بين البلدين، وسيكون هناك انعكاسات بكل تأكيد، وسنجني ثمار هذه الاتفاقيات بكل تأكيد من خلال العمل المشترك الذي سيعقب هذه الاتفاقيات المشتركة. هذه ثالث اتفاقية تم توقيعها، لا شك بأنها ستختلف من مجال إلى مجال آخر، لربما يعني بعد لحظات عندما تأتي إلينا المعلومات بشكل واضح سنعرف تحديدا ما هي الملفات وما هي الاتفاقيات، ولكن نشاهد التبادل بين الوزراء، الوفد المرافق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية التركية، والتي بلا شك أنها سوف يعني تعكس الجانب عندما يتم تبادل التوقيع على هذه الاتفاقيات من الجانب التركي والجانب الكويتي في نفس الوقت، ومن ثم أخذ هذه اللقطات المشتركة أمام قامتين عظيمتين، حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لا شك بأن هذه الاتفاقية أيضا الرابعة والتبادل كما نشاهد الآن تعزز من الجوانب. عندما قلنا هذا وزير الخارجية علي حية، لا شك بأن هذه الاتفاقية تشكل الجانب الدبلوماسي بين البلدين. بكل تأكيد هناك مجالات مشتركة بدءا من المجال الاقتصادي والمجال الدبلوماسي والمجال أيضا الاستثماري من خلال الصناديق السيادية ومن خلال المشاريع التنموية التي ستكون بعد توقيع هذه الاتفاقية. وهذه الرعاية الكبيرة، وجود سمو الأمير حفظه الله ورعاه والرئيس التركي على هذه الطاولة لرعاية هذه الاتفاقيات، بكل تأكيد يعطيها زخم وقوة كبيرة، وسيكون هناك يعني ارتدادات اقتصادية إيجابية بين البلدين. وهذه لحظة تاريخية ولحظة فارقة في الاقتصاد الكويتي، وأنا بكل تأكيد متأكد أن الأرقام ستتضاعف
أرقام الاستثمارات سيكون هناك زيادة وزيادة نمو مضطردة بعد هذه الاتفاقيات، لأنها تحظى برعاية واهتمام ومتابعة مباشرة من سمو الأمير ومن الرئيس التركي. هذا الأمر سيكون له يعني مستقبل مزدهر، وسيكون يعني بعد هذه المسيرة التي امتدت أكثر من 60 عاما جاءت هذه الاتفاقيات لتؤكد عمق العلاقة بين البلدين وتعكس يعني النية الصادقة والرؤى المشتركة وتعزز الفرص، وسيكون لها يعني ارتدادات اقتصادية، وأيضا سيكون لها حتى انعكاس على المنطقة في مجملها. يعني الآن شاهدنا الكثير من الاتفاقيات التي وقعت من الجانب الكويتي والجانب التركي، ونحن الآن في انتظار هذه اللحظة التاريخية لكلا البلدين في هذه الشراكة المتينة، والتي بلا شك هذه الاتفاقيات تؤصل وتعزز شراكة ذات أمد طويل وذات عمق تاريخي كبير. وبوجود هذه الاتفاقيات بلا شك أنها ستعزز لهذه الشراكة بشكل أكبر، وتفتح مجالات أرحب على المستويين الدولي والدبلوماسي والاقتصادي وكل المجالات إن شاء الله.